السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة منى للأعمال اليدوية. في هذا الفيديو سأقدم لكم ملف لمعجم بعض الفواكه والخضر. سنحتاج لملف وغراء ومقص وأوراق بيضاء ثم أوراق ملونة لتزيين يدي السلة. نقص الملف على شكل سلة ثم نزينه ببعض الفواكه والخضر من الواجهة، ونزين اليد بورق ملون لامع أو ورق عادي. نقوم بتغليف الملف من الداخل بورق أبيض ليعطي شكل مرتب وجميل. قصصت الصور والفواكه على نفس الشكل وألصقتها بالملف، وكتبت تحتها أسماء الخضروات والفواكه. هذه الفواكه أخذتها من كتب مستعملة يمكن استخراجها من الأنترنت، كما يمكن أيضا رسمها وتلوينها. شكرا على المتابعة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.